نشرة الأخبار. هنا تونس، إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة السابعة صباحا للأخبار، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن القوانين يجب أن تطبق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات. منظمة إرشاد المستهلك تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء. تونس تفوز بالمرتبة الأولى في المسابقات الأسكندنافية الدولية لزيت الزيتون وتحرز 28 ميدالية ذهبية. في العالم اليوم، موكب تشييع الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه، وانتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 من جوان القادم. وواشنطن تنتقد طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه، وتقول إنه قد يعرض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للخطر. تحية متجددة مستمعينا مشاهدينا الكرام. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى ترأسه أمس جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية. شدد على أن المحاسبة مطلب شعبي، وأن القوانين يجب أن تطبق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات. وأمر رئيس الدولة بإدراج حكم جديد يتعلق بتجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر في علاقة بوظيفته بهدف عرقلة سير المرفق العام، لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم. وأوضح أن مشروع تنقيح هذا الفصل يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة ثانية. وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية أساسا على عقوبة سجنية مدتها 10 أعوام وخطايا مالية ضد الموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم لمخالفة التراتيب بهدف تحقيق منافع لأنفسهم أو لغيرهم. وصف رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أسعار أضاحي العيد لهذا العام بالمشطة، محذرا من أنها تتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك التونسي. وأدعى في تصريح للأخبار رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل للتسريع في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء قبل حلول العيد، بما سيساهم في خفض أسعار الأضاحي. منظمة التونسية لإرشاد المستهلك دعت السيد رئيس الجمهورية إلى تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، وذلك نظرا لشدة الرقاوة في الأسعار اللحوم هذه في السوق، مع العلم كون تتراوح ما بين 45-50 دينار، مع العلم كون شركة اللحوم هو تاجر تفصيل ماهوش منتج، لكن يبيع بأسعار معقولة نعتبروها هي 35 دينار. وبالتالي نحن نطلب تسقيف أسعار اللحوم الحمراء باش نبعدوا على الشطط في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، عنده تأثير مباشر على الأضحية العيد، بمعنى كون تنقص الأسعار المشتة متاع الأضاحي اللي قاعدين نشوفوا فيها توا، على خاطر يعتبروا كون الكيلو الأضحية دي النصف نتاعها الوزن نتاعها الحم، وبالتالي كي نحسبوا نحن في أي وزن نضربوه في 50 دينار مش كيما نضربوه في 35 دينار، يكون أقل وأقل برشا. توج زيت والزيتون التونسي بالمرتبة الأولى للمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون إثر حصوله على 28 ميدالية ذهبية. وفي تتويج آخر، تحصلت المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون المعلب على 26 ميدالية، منها 12 ميدالية و14 ذهبية و14 فضية في المسابقة العالمية الكبرى لجودة زيت الزيتون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. احتلت 8 جامعات تونسية مراتب متقدمة وفق تصنيف مؤسسة التايمز للجامعات العالمية لعام 2024 ضمن 1906 جامعات من 108 دول تم تقييمها، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهذه الجامعات هي تونس المنار، تليها جامعة صفاقس وجامعة قرطاج وجامعة منوبة والمنستير وسوسة وجامعة تونس فجامعة جابس.
حذرت الإدارة العامة للأداءات من تعامد أشخاص انتحال صفة أعوان جباية لابتزاز أفراد وشركات بطلب مبالغ مالية لفائدة وزارة المالية أو بغرض ادعاء مساعدتهم على حل الإشكاليات مع مصالح الجباية. واستنكرت الإدارة العامة للأداءات في بيان هذه الممارسات وما تمثله من خرق للقانون وتشويه لسمعة أعوان الجباية. المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري والتفاصيل. في عديد المرات السابقة فما بلاغات من هذا النوع، وهذه فرصة مطالبين بالضريبة باش يردوا بالهم. أضعف الإيمان بطاقة المالية متاعك، بطاقة التعريف تلقى فيها الصفة متاعك. النقطة الثانية نحب نعرج عليها اللي فما فراغ في مستوى العلاقة بين إدارة الجباية والمطالب بالضريبة لم يقع ملؤه كما ينبغي، باعتبار أن مهنة المستشار الجبائي لم يقع تنظيمها إلى يومنا هذا. المهنة متاعه تعود إلى 1960، كان نظم المهنة تاع المستشار الجبائي. عن العديد من حاملي شهادات العليا اليوم يريدون الالتحاق بهذه المهنة، ولكن الإشكال معناش هيئة غدوة يولي عنا تكوين نتاع العوانة نتاعنا. كالرابط بين إدارة الجبائي المطالب بالضريبة هو أساسا المستشار الجبائي. في الحالة هذه نقص أكثر من الحالات هذه تاع التحايل على المطالبين بالضريبة. انطلقت وكالة حماية الشريط الساحلي في تنفيذ البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ والعناية بها للتدخل ب 133 شاطئا عموميا وسياحيا بقيمة جملية تناهز 1.8 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل مختار. الأشغال هذه تشمل 133 شاطئ على طول شريط ساحلي، يهم 56 بلدية ساحلية على طول 192 كيلومتر في التدخل الواحد، حتى احنا كل شط ما ندخلوش فيه مرة بارك، ندخلوا فيه طيلة موسم الاصطياد. الشط ينضاف أكثر من مرة، مثلا الشواطئ العمومية، خاطر احنا فما شواطئ عمومية وشواطئ سياحية. لابال تتعهد شواطئ ذوما 133 قسمين، هم 82 شاطئ عمومي و 51 شاطئ سياحي. ال 51 شاطئ سياحي فيهم 23 تدخل، وال 82 شاطئ 11 مرة، معناها بمعدل مرة في شهر ماي، وثلاث مرات في جوان، ثلاث مرات في جويلية، وثلاث مرات في أوت. وتدخل آخر آلة كبيرة متاع غربلة تهز الرمل، يهبط الرمل ويقعد الأوساخ. قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اجتماع أمس تفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة والضرورية للدفاع عن حق الصحفيات والصحفيين في الشغل والكرامة ومقاومة محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة في الحق والتعبير والرأي والصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الفردية والعامة، بما في ذلك تنظيم التحركات الاحتجاجية والوقفات وأيام الغضب، وصولا إلى الإضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية وفق ما جاء في بيان للنقابة. أعلنت وكالة إيرنا الإيرانية أن مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان ومرافقيهم ستقام ظهر اليوم في مدينة تبريز، وذلك في عقاب حادث تحطم مروحيتهم شمالي غربي البلاد أمس الأول الأحد فيما دخلت البلاد في حداد لمدة 5 أيام. من جهة أخرى، حددت السلطات الإيرانية يوم 28 من جوان القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأفادت وسائل أعلام إيرانية بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاء خلال اجتماعا لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد. ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنائي أمس أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات. وفي بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، تقدمت تونس قيادة وشعبا بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني الشقيق إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية ومرافقيه في حادث سقوط طائرة أمس الأول، وأعربت عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. كما وجه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال أمس رسالة تعزية إلى رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد بقير قليباف إثر وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه.
إلى آخر التطورات في قطاع غزة، وفي اليوم 28 بعد 200 من العدوان على القطاع أوقع القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق السكنية عشرات الشهداء في جباليا وبيت لاهيا ورفح. وتعرضت قوات الاحتلال في محوري مخيم جبالية ورفح لضربات جديدة من المقاومة التي أكدت أنها أوقعت جنودا إسرائيليين بين قتلى وجرحى. وفي الضفة الغربية اقتحمت إسرائيل مدينة توباس شمالية الضفة الغربية وسط أطلاق نار كثيفة. سياسيا، عقد مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة وسط تحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة. وخلال الجلسة أبدى المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط مخاوفه من حدوث الأسوأ للمدنيين المحاصرين في رفح وللرهائن المحتجزين، وذلك في حال لم تستأنف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال أو اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر الماضي. واستنكرت حماس في بيان محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة، فيما نددت إسرائيل بطلب مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت، وصفة القرار بأنه وصمة عار تاريخية. ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب المدعي العام، مؤكدا أن الطلب قد يعارض المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار للخطر. نهاية النشرة مستمعينا مشاهدينا الكرام، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يشدد على أن القوانين يجب أن تطبق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات. منظمة إرشاد المستهلك تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء. تونس تفوز بالمرتبة الأولى في المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون وتحرز 28 ميدالية ذهبية. في العالم اليوم، موكب تشييع الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه وانتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 من شهر جوان القادم. وواشنطن تنتقد طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه، وتقول إنه قد يعارض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للخطر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، مشواركم متواصل حتى 9 صباحا مع نبيل عبيد، ويوم سعيد. أجمل تحيات كامل للفريق، دمتم في رعاية الله.